السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي شرح جديد اخوتي. اليوم اخوتي الشرح ديالنا هو كالتالي، غادي نهضروا على واحد التطبيق اللي زوين بزاف والطريقه ديال التحميل ديالو. المهم هذا التطبيق هذا اخوتي التطبيق هو ديال المونتاج، كيفاش تصاوب فيديو احترافي او انترو احترافي، كيفاش تخدم به بدون علامات مائيه او بدون شعار ديال التطبيق اللي كيدير لك شي شويه ديال الشونتاج، كتبقى الكتابه ديال او السميه ديال التطبيق كتبقى لك في الجنب. المهم اخوتي انا جبت لكم هذا التطبيق هذا بدون علامه ومهكر. المهم اخوتي نخليكم مع الفصل الاعلاني وندوزوا للطريقه ديال تحميل هذا التطبيق. اخوتي مره اخرى، وكما انا كنهتم بواحد الاستراتيجيه انها هي المصداقيه في كل فيديو، كيف شرحت لكم ديجا في الفيديوهات اصدق مواقع لزياده المشاركه والمشاهدات، زياده عدد المشتركين ومن الى اخره، تكونوا ديجا شفتوا لي فيديو وكتشوفوا كيف دابا اخوتي ها هما غاديين وكيزادوا النسبه ديال المشتركين. وعاد ان شاء الله غندير لكم واحد الشرح مفصل على كيفاش تزيد ساعات المشاهده بطريقه قانونيه اخوتي، وهادو ماشي مشتركين وهميين كيف ما كنشوفو، هما كيتزادوا ولكن ما كينقصوش. ندوزو اخوتي الطريقه ديال التحميل ديال التطبيق. المهم اخوتي غادي نخلي لكم الرابط ديال التطبيق في صندوق الوصف، غتدخلوا له. المهم غتدخلوا له غتفتح معكم الواجهه ديال جوجل كروم بهذا الشكل هذا اخوتي. اول حاجه غتدخلوا لهاد المدونه، غتمشيو لهذا الرابط، ها هو الرابط ديال التحميل، غتكليكيو عليها اخوتي غتفتح معكم هاد الصفحه بهاد الواجهه هادي، غتهبطوا لتحت اخوتي غتلقاو احدث اصدار طريقه ديال التحميل. المهم غتكليكيو على هاد اللعيبه، غنهبطوا اخوتي غنتسناو هنا 5 ديال الثواني باش تفتح معنا الخانه طريقه ديال تحميل التطبيق. كنكليكيو على تحميل 85 ميجا، كيف ما كنشوفو اخوتي التطبيق ها هو كيتيليشارجا. المهم اخوتي انا ديجا عندي التطبيق وكنخدم به ديجا، غندير كانسل وغادي نرجعو باش ندخلو نشوفو الواجهه ديال التطبيق. ها هو التطبيق اخوتي دخلنا له بهذه الطريقه، وهذا التطبيق اخوتي يعني هو بالفلوس، ولكن انا جبت لكم هذا التطبيق هذا يعني مهكر، يعني اي حاجه فيه اللي يمكن لك تشريها نتايا دير لها بيمونت كتلقاها غراتويت. وغندير لكم ان شاء الله فيديو اخر نشرح لكم التطبيق والمزايا اللي فيه والحوايج اللي بالفلوس، ونطيليشارجي جوج ديال النسخ من البلاي ستور والنسخه هذه ونشوفوا ان هي اللي احسن، نتوما اخوتي حكموا وقدروا. المهم غادي نشوفوا انه بدون علامه مائيه اخوتي، كيف ما كتشوفوا اخوتي ها هو الفيديو بدون علامه مائيه، وكيف ما كتشوفي لي فيديو ديالي انني كنخدم بهذا التطبيق هذا بدون علامه مائيه. ندوزو ندخلوا لهنا باش تاكدوا، هانتوما كيف ما كتشوفوا اخوتي ها هي البلاصه ديال المونتاج، هنا فين كنمونطي الانترو كيف ما كتشوفوا اخوتي هانتوما بدون علامه مائيه. المهم اخوتي غادي نكتفي بهذا الشرح ديال التطبيق، وريتكم الطريقه ديال التحميل. الى عندكم شي استفسار خليوه ليا اخوتي في لي كومونتير، ولا عندكم شي اي سؤال واي شي حاجه اخرى بغيتو ديروا عليها الشرح خليوها ليا وخليو لي الاسم ديالها وندير لكم الشرح ديال اخوتي. وكنتمنى يعجبكم الفيديو بزاف، وان شاء الله كيف غادي نوعدكم عاوتاني الشرح ديال الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم هذا التطبيق وكيفاش المزايا وكيفاش تخدموا تصاوبوا انترو، كيفاش تخدموا فيديو احترافي على القناه ديالكم في اليوتيوب او لوحوا في اي سوشيال ميديا واي بلاصه. المهم اخوتي ما تنساوش لايك وسبسكرايب ودعمونا وحفزونا بشي تعليق ليكم زوين اخوتي، وتهلاو في راسكم اخوتي ومع السلامه.